ولذلك كان هذا القرآن تذكرة لمن يخشى، لمن يقرأ القرآن ويتدبر أحكام القرآن ويطبق القرآن ويحكمه في الصغيرة والكبيرة، وينظر في دلائل الألوهية وآيات الربوبية في هذا الكون الفسيح. إن الذي يخشى ربه لا يعرف المجلات والقنوات الخليعة المملوءة بالبهتان والكذب المملوءة بالباطل، ولا الساعات الحمراء في بلاد المسلمين، ولا الأفلام الهابطة لا أخلاقية، ولا صحبة السوء من شباب التخلف لا يعرف هدفا له في الحياة، ولا بيع بلاده بثمن بخسين مصالح معدودة ويكون فيه من الزاهدين. إن الذي يخشى الله هو الذي نظر بعين البصيرة إلى سنن الله في هذا الكون وفي الأمم السالفة السابقة وكيف دمر الله عليها، فهل ترى لهم من باقية؟ فأخذ من ذلك العبرة وتجنب طرق هؤلاء حتى لا يكون مصيره كمصيرهم، وحتى لا يصيبه ما أصابهم. ما لنا لا نعتبر أيها الأحباب الكرام، فما هذا القرآن إلا كما قال مولانا إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فيا أيها الأحباب الكرام تعالوا هلموا أقبلوا على نجاتكم وفلاحكم. فما قيمة جيل وما قيمة مجتمع لا يعرف الله ولا يعرف شرع الله الإسلام، لا يعرف القرآن ولا يحفظ منه شيئا ولا يطبقه في كل صغيرة وكبيرة من حياته. تلاوته الأغنية الساقطة، مصحفه المجلة الخليعة، سواكه السيجارة والشيشة والمخدرات بكل أنواعها، يتشبه بأعداء الله الكفرة وبالمشركين، وإن كانوا هم لا يخربون بلادهم بأيديهم، فكيف يسعد هذا الجيل وقد أعرض عن ذكر ربه؟ وكيف تنتصر الأمة وقد حادت عن طريق عزها ومجدها حتى أصبحت كالقصعة المتداعى عليها؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.